لغايه لما نروح لموضوع الروتيشن والنواحي الفنيه والاستعداد للوداد، عندي حاله كده عايز اتكلم عليها. النهارده مش هنتكلم في التحكيم، مفيش حاجه تستدعي ان احنا نتكلم في التحكيم، ولكن في شيزوفرينيا او في تضارب في المفاهيم، مش هقول عند البعض ولكن عند شخص. مش بتكلم على أسرة التحكيم ولا محلل التحكيم، أنا بتكلم على شخص فضل سنة كاملة يدافع عن الحالة اللي كان فيها تسلل في مباراة الأهلي وفاركو، ويدافع عن قرار الفار إن في تسلل ومصر كلها شايفاها إن الكرة جون. قعد سنة كاملة ويطلع يقول لك إيه، فاكرين اللعبة دي؟ مباراة الأهلي وفاركو، كورة للأسف كابتن محمود عاشور اتدخل وقتها ولغى الهدف والمباراة انتهت بالتعادل، وكانت من المباريات المؤثرة جدا في ترتيب الدوري وخلت الأهلي خلاص قال بقى هي خلاص القصة واضحة ووضوح الشمس ان السنة دي مفيش دوري بسبب الكوارث التحكيمية اللي احنا شفناها في اللجنة السابقة يعني. فاللعبة دي لو شايفين الصورة قدامكم زي ما هي على الشاشة اهي، شايفين الصورة قدامكم، الخط واضح مرسوم غلط، وقلنا يا جماعة الخط مرسوم غلط. طلع الأخ اللي عمال يتكلم من امبارح وبيكتب النهاردة كتير على صفحته يقول لك ايه، ده الكمبيوتر ده جهاز ما فيهاش خطأ بشري، هو بيحط النقط والجهاز بيطلع النتيجة كده. وقعدنا نقول له يا عم ما فيش الكلام ده، يا سيدي ما فيش الكلام ده، يا كابتن ما فيش الكلام ده، في خطأ بشري. يقول لك لا 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 لا، الكرة فعلا تسلل ما فيش خطأ بشري، كابتن محمود عاشور رسم الخطوط صح واحنا اللي غلط يعني. طب امبارح نفس اللعبة ويمكن أوضح، يعني لعبة امبارح أوضح من دي كمان، لعبة امبارح أوضح من دي كمان، أهي حسين الشحات. شايفين رسم الخط؟ أنا بقى مش هدافع عن حسام عزب وهاجم محمود عاشور، أو أدافع عن محمود عاشور وهاجم حسام عزب. دي نقطة فنية يتكلم فيها الحكام، أنا ما عنديش مشاكل، حتى لو قلت لي الكرة دي أوفسايد، والله العظيم ما عندي مشكلة، ما عنديش أي مشكلة، بس أنا عندي مشكلة في الشخص اللي بيناقض نفسه، اللي قال لك رسم الخطوط إزاي يبقى غلط؟ ما فيهاش عامل بشري، ده جهاز. هو نفس الشخص امبارح اللي بيتكلم على الحاله دي والنهارده بيكتب على صفحته يقول لك الخطوط اترسمت غلط، هو نفس الشخص يقول لك الخطوط اترسمت غلط والخط لما اترسم غلط الكره دي تسلل، الكره دي مش جون. هو نفس الشخص، هو بقى الشخص ده اللي هو دايما ايه اللا منطق، هو ده شخص دايما كل كلامه عكس المنطق، يرجع كده لكلامه اللي قاله السنه اللي فاتت ويقارنه باللي بيقوله دلوقتي، عليه نفسه بيناقض نفسه بيقول الكلام وعكسه، واحنا ما غيرناش كلامنا. السنة اللي فاتت الكرة دي كانت جون، والسنة دي الحكام لو شايفين رسم الخط غلط أنا ما عنديش مشكلة، ماشي رسم الخط غلط ما عنديش مشاكل، أوكي شايفين التسلل برضه ما عنديش مشكلة، لأن رسم الخطوط ممكن تبقى غلط فعلا، ليه؟ لأن الحكم اللي قاعد على تقنية الفيديو لو حط النقط غلط هتطلع الخطوط غلط، عشان كده الأهلي السنة اللي فاتت خسر دوري بسبب الأخطاء التحكيمية ديت، ولما يطلع الأخ ده يقول لك حكم الفار اللي كان موجود امبارح ما عندوش خبرة، إزاي تقارنوه بحكم عنده خبرة؟ ما هو الخطأ البشري واحد، لا فرق بالخبرة ولا بدون خبرة، ده بالعكس، ده الأخطاء اللي حصلت السنة اللي فاتت من حكام الصغيرة اللي هي لسه في البدايات التحكيمية كانت أكتر مع النادي الأهلي. يعني الخطأ التحكيمي اللي أنت بتقوله من حكم قليل في الخبرة شوية أو صغير السن بالمقارنة بالحكام الدوليين، طب ما احنا خسرنا السنة اللي فاتت الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية الكتير اللي كان من ضمنها مثلا، يعني قال لك إيه بروتوكول الفار اتطبق على استئناف اللعب، كابتن محمد سلامة ميدو، بروتوكول الفار اتطبق غلط في رسم خطوط التسلل مباراه واثنين وثلاثه وعشر السنه اللي فاتت اهو. يبقى بعظمه لسانك لما تتكلم امبارح وتقول النهارده وتكتب على صفحتك ان الخطوط مرسومه غلط، يبقى انت بتعترف اعتراف صريح ان السنه اللي فاتت الاهلي خسر الدوري بسبب رسم الخط غلط. ده اعتراف منك انت، بس انت مش هتوضح ده ومش هتتكلم في ده، انت بس دايما بتناقض نفسك وبتتكلم عشان تثبت بس ان الاهلي اتجامل، ولكن بلسانك انت والله قلت اهو ان الحكم رسم الخط غلط. يطلع بقى ماتش امبارح الكوره تسلل مش تسلل، كده كده مباراه امبارح الاهلي كان عنده فرص كتيره، وحتى لو كانت عادل اربع اسابيع خمس اسابيع والاهلي ياخد الدوري، ولكن السنه اللي فاتت كان الاهلي بيخسروه ماتش واثنين ويخلوه يتعادل ماتش واثنين عشان يفقد نقاط عشان انت تفوز بالدوري زي ما حصل السنه اللي فاتت بسبب الفار اللي الناس كلها شايفاه سبب كوارث الدوري المصري في آخر سنتين ثلاثة عشان بيتطبق غلط بلسانك أنت قبل ما يكون بكلامنا احنا.